كدينيس علي بيك وكذلك جمال محمد وأيمن الحسوني بالإضافة لجيم بينزاب هي الأسماء الموجودة في تشكيلة نادي معيدر في هذا اللقاء. بالنسبة لنادي الدحيل صلاح زكريا في حراسة المرمى، كيم مون هوان، يوسف أيمن، محمد خالد نعيمي، لدينا سلطان لبريك، ويز مارتن، إبراهيم ديالو، خالد محمد، هناك صهيب جنان، المعز علي وأولونغا هداف الموسم الماضي في تشكيلة نادي الدحيل. طبعا المباراة تلعب في استاد خليفة الدولي، هذا الملعب التاريخي الغني عن التعريف، هذا الملعب الذي احتضن العديد من المواجهات الدولية على صعيد العديد من البطولات المختلفة التي احتضنتها دولة قطر فيما مضى، وسيحتضن كذلك بطولة كأس أمم آسيا أو واحد من الملاعب التي ستحتضن بطولة كأس أمم آسيا القادمة في طبعا بداية العام القادم عام 2024. ملعب الذي احتضن 8 مباريات في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ذلك المونديال الذي لن ينسى أبدا من دون أدنى شك، باعتبار أنه المونديال الأنجح بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هنا لدينا رمية جانبية لمصلحة نادي الدحيل في هذه اللحظات، وكرة ستنفذ لمصلحة الطوفان، الفريق الذي عرف منافسيه في القرعة التي أجريت صباح الأمس هناك في كوالالمبور في ماليزيا، ليتعرف نادي الدحيل على المنافسين الثلاثة في أقوى مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث في المجموعة الدحيل بيرسبوليس الفريق الإيراني، ونادي استقلال دوشامب الفريق التاجيكي، ونادي النصر السعودي رفقاء كريستيانو رونالدو في المجموعة الخامسة التي تعتبر هي أقوى المجموعات التي أفرزتها القرعة بالنسبة لأقوى البطولات الآسيوية على صعيد الأندية، بطولة دوري أبطال آسيا. كل التوفيق لنادي الدحيل، كل التوفيق لنادي السد، كل التوفيق لكل الأندية العربية التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا والتي سنعيشها سوية أيها الأحبة الكرام كما تعودتم واعتدتم دائما عبر قنوات بإن سبورتس. طبعا كانت الأمنيات بأن نشاهد الوكرة وبأن نشاهد كذلك الفرقة العربوية تتواجد في بطولة ومرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ولكن للأسف هذا لم يحدث من خلال مباراتي الملحق واللتين تبعناهما في الأيام القليلة الماضية، لكن كل الأمنيات بالتوفيق للفريقين، لكل الأندية القطرية ولكل الأندية العربية التي ستشارك في مختلف الاستحقاقات سواء كانت الآسيوية أو كذلك العالمية. كرة منقولة من الطرف الأيسر عرضية تأتي لنادي معيدر، فرصة أولى هنا خطيرة، ولكن محمد خالد أبعدها، محمد خالد شتتها، حولها إلى خارج الملعب إلى رمية التماس لمصلحة نادي معيدر. هذا هيرنان كريسبو النجم الأرجنتيني كلاعب وواحد من أبرز نجوم كرة القدم الأرجنتينية في الهجوم، وهم كثر من دون أدنى شك، لكن يبقى هيرنان كريسبو واحد من الأسماء التي تألقت في سماء كرة القدم العالمية ووضعت بصمتها الأرجنتينية في مختلف الملاعب سواء كان على صعيد الأندية أو كذلك على صعيد منتخب الألب سيليس. كرة تصل عن طريق أولونغا، تمريرة في وسط الميدان، مقطوعة الكرة من أمام صهيب، تعود لمصلحة نادي معيدر عن طريق الأوروغوياني رامون أرياس، تمريرة من الطرف الأيمن، انطلاقة الآن تأتي عن طريق دينيس علي بيك الروماني، عند كرة علي بيك وتمريرة ممتازة، فرصة خطيرة قائمة لنادي معيدر تسديدة ولكن إلى خارج الملعب. هذا جيم بينزا الانتداب الجديد لنادي معيدر اللي حاول في اللقطة الماضية صاحب 23 عام لعب نادي الطائي السعودي سابقا، عمل لعب لوداد الأمة نادي الوداد المغربي، عمل لعب لفريق أنتويرب كذلك الفريق البلجيكي، عمل لعب لفريق طبعا سيركل لبروش الفريق البلجيكي الآخر. هنا ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة نادي معيدر الذي يبدأ جيدا في هذا اللقاء. معيدر نعم بادي الصح
معيدر بادي صح في هذا اللقاء، ركلة ركنية منقولة، كرة عالية داخل منطقة الجزاء الرأسية، فرصة تأتي للأول، ولكن هناك المعز، هناك علي، عاد ليسان دفاعيا وعاد ليبعد الكرة الأخيرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي معيدر. لكن برافو معيدر، يبدأ بصورة ممتازة هنا في هذا اللقاء، محاولة قائمة من الطرف الأيسر لمعيدر، عرضية لكنها في الأخير مقطوعة من جانب أولونغا، هو الآخر يعود ليساند في الدفاع. حقيقة المدرب كريسبو منذ وصوله إلى نادي الإدحيل هناك الكثير من التغييرات التي تشهدها في أداء الفريق، نعم تحول كبير في أداء الفريق بعيدا عن الخروج في الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا وتلك المباراة الكبيرة التي شاهدناها طبعا في استاد الثمامة في الموسم الماضي. لكن الإدحيل مع المدرب كريسبو طبعا يظهر بصورة جدا مميزة، الفريق الذي نتمنى كذلك أن يتطور أكثر وأن يصل إلى المبتغى وإلى المراد، والمراد بالنسبة لنادي الإدحيل بالنسبة للزعيم السداوي هي بطولة دوري أبطال آسيا. كل التوفيق للفريقين ولكل الأندية العربية. أكرر، كرة منقولة وصلت في وسط الملعب، تمريرة عن طريق يوسف أيمن، عند كرة في وسط الميدان، تصل هذه الكرة إلى الخلف باتجاه محمد خالد نعيمي، يلعب لها كرة من الجهة اليمنى عن طريق يوسف، واحد من أبرز الاكتشافات في السنوات الماضية في خط الدفاع اللاعب يوسف أيمن، يقدم نفسه بصورة جدا مميزة مدافع نادي الإدحيل. كرة منقولة عن طريق إبراهيم ديالو، واحد كذلك من الأسماء الجديدة في صفوف الطوفان، لعب نادي ساوثامبتون سابقا، كان لاعبا لفريق القديسين بين قوسين كما هو اللقب هناك في البريمير ليج بالنسبة لهذا اللاعب إبراهيم ديالو الذي لعب لموناكو وبدأ في فريق موناكو ومن ثم انتقل ليلعب أمام أو ليلعب مع نادي بريست هناك في فرنسا كذلك. طبعا كثر هم اللاعبين الجدد سواء كان في هذا اللقاء أو كذلك الأمر في مختلف مباريات وأندية قطر على صعيد دوري نجوم إكسبو في هذا الموسم. طبعا دوري نجوم إكسبو بهذا المسمى مع الفعالية واحتضان دولة قطر لهذا المهرجان العالمي الكبير هنا في دولة قطر في الفترة القادمة. كرة منقولة من الطرف ليمن، عرضية الآن ترسل داخل منطقة الجزاء، بتعود الكرة من جديد، وصول بعد ذلك من الطرف ليمن. الصعيد الاستحقاقات، لا ننسى كذلك أن قطر ستحتضن بطولة كأس أمم آسيا، وهذا الملعب الذي شهد الافتتاح وشهد النهائي في عام 2011، والكل يتذكر ذلك النهائي الذي جمع اليابان بمنتخب أستراليا، نعم أستراليا واليابان وفوز اليابان. يابان بالمناسبة يعني خليني أقول أن هذا الملعب بالنسبة لليابانيين يمثل رمز لحظ الساموراي الياباني. لماذا اليابان؟ لماذا اليابان؟ اليابان في هذا الملعب فازت على ألمانيا، اليابان في هذا الملعب في بطولة طبعا كأس العالم، اليابان فازت في هذا الملعب على حساب منتخب إسبانيا، اليابان في هذا الملعب توجت في بطولة كأس أمم آسيا. في وقت حديث تألق اليابانيين في هذا الملعب، أبلكيني إلا أن يفرض اسمه، وأبلكيني إلا أن يسجل رائعة من روائع أهدافه هنا في شباك مرمى معيدر. نعم يا أولونغا، وكأنه أراد أن يقول كفاك حديثا عن حظوظ اليابانيين، أنا الكيني هنا بمهارتي سأسجل، وبهدف الموسم سأضع مرمى فريق معيدر تحت نيران الدحيل. نعم تحت نيران الدحيل، شهيد الكرة يا أولونكا يا أولونكا. الله 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 على هدف جميل، على رائعة من روائع أولونكا هنا في الدوري القطري، على كرة هدف ولا أروع من جانب أولونكا. نعم بطريقة
أحسن ولا أجمل، بالكعب سجلها، بالكعب وضعها، بالكعب أحرزها في شباك مرمى الحارس إيفانيلدو ليسجل الهدف الأول. لكن هناك شك في أن يكون أولونغا متسللا في اللقطة الماضية، لحظة إرسال الكرة العرضية من جانب المعز علي في اللقطة الماضية. أنصار وعشاق نادي الدحيل ينتظرون تأكيد هدف في أولونغا، فهل يأتي الأكيد من من حكم تقنية الفيديو؟ والحديث مع الحكم حمد السبيعي. أنا استرسلت في حديثي عن اليابانيين عن هذا الملعب، لكن هنا أولونغا، نعم أراد أن يفرض اسمه، أراد أن يقول أنا هنا، أراد أن يقول هذا امتداد لما كنت عليه في الموسم الماضي بهدف ولا أروع، بهدف ولا أجمل في اللقطة الماضية. لطفي رابح ماجر موجود في دكة البدلاء، والأهداف الكعب تذكرنا بالأسطورة الجزائرية من دون أدنى شك. رابح ماجر هنا الهدف يحتسب، والهدف كان صحيحا، والوضعية كانت سليمة، التسلل لم يكن موجود، وبالتالي رائعة اللاعب أولونغا اكتملت بتأكيد هذا الهدف من حكم اللقاء حمد السبيعي. كرة إلى خطأ لمصلحة نادي معيذر، خطأ موجود لنادي معيذر في اللقطة الماضية، وركلة حرة مباشرة في هذه اللحظات. أعود وأكمل الحديث عن هذا الملعب، لماذا؟ لأنه وجب الحديث عن المباريات التي سيحتضنها هذا الملعب في بطولة كأس آسيا القادمة هنا في دولة قطر. في 14 يناير من عام 2024 هذا الملعب سيحتضن مباراة هونغ كونغ أمام المنتخب الإماراتي، سيحتضن القمة الخليجية التي ستجمع السعودية أمام عمان، سيحتضن مباراة إيران أمام منتخب هونغ كونغ، وسيحتضن كذلك مباراة قطر أمام الصين لحسابات المجموعة الأولى في البطولة، كما أن الأردن سيلعب أمام البحرين في قمة عربية في البطولة الآسيوية في 25 من شهر يناير في البطولة الآسيوية، بينما مباراة واحدة ستكون في إطار الدور ثمن النهائي في البطولة التي سيشهد الملعب العالمي ملعب الذكريات والتحفة المعمارية المميزة جدا استاد لوسيل، افتتاحية ونهائي كذلك بطولة كأس أمم آسيا هنا في دولة قطر، والتي نتطلع ونتشوق لها كثيرا بعدما كانت النسخة الأخيرة هناك خاصة جدا بالنسبة للعنابي للمنتخب القطري حينما فاز في الإمارات بطلا وتوجب سيدا على القارة الصفراء. هذا وهذه هي لقطة الإعادة لكرة الهدف، التسلل لم يكن موجود على اللاعب أولونغا في اللقطة الماضية، لكن يا عيني يا أولونغا، يا عيني يا عيني يا أولونغا، أولونغا أولونغا، نعم يا أولونغا أنت رائع، وهذا الهدف هو رائعة من روائع أهدافك، وهذا الهدف من تلك الأهداف ويضاف إلى سجل تلك الأهداف الجميلة التي سجلها أولونغا. أولونغا يا أولونغا أولونغا، هل من مزيد؟ يقول لدي الكثير، اللاعب الذي يسجل ثاني أهدافه في بطولة الدوري في هذا الموسم اللاعب أولونغا. لويس مارتن، نبقى في المباراة، دعونا من الحديث عن اليابانيين وعن حظوظ اليابانيين، سيأتي وقتها وسيأتي وقت ذكرها في بطولة كأس أمم آسيا. دعونا هنا نعيش هذه الجولة الثانية ونعيش وقايع هذه المباراة الثانية في سجل الفريقين في بطولة دوري نجوم إكسبو في هذا الموسم 2023-2024. هنا راح المعز عند كرة، هذا جول، ضاعت فرصة الثاني للطوفان، الطوفان سجل أولا، يطمع بأن يرتفع المنسوب، منسوب طوفانه هنا أمام نادي معيذر، يريد أن يرسل رسالة للجميع ويريد أن يحذر الجميع بأن البطل قادم من أجل أن يحافظ على لقبه. نعم عرضية تأتي، الثاني جول، هي إيفانيلدو يتصدى هذه المرة، لكن اسم على مسمى ولقب وكنية نتحدث عنها بالنسبة لنادي الدحيل حينما يبحث وحينما يطمع بإحراز أهداف أخرى، ويفعل ذلك وسيفعل ذلك وسيستمر بفعل ذلك على
مختلف الأصعدة. نعم هذا لدحيل، وهذه أدواته، هذا لدحيل وهذه رغباته، هذا لدحيل وهذه قوته، هذا لدحيل له من اللقب طوفان، ومن لقبه هناك فعل ينسجم مع هذا اللقب يا لدحيل. كرة بتعود في وسط الملعب، تمريرة، نقلة من اليسار، لويس مارتن، عودة إلى الخلف من جديد لمصلحة نادي لدحيل، تمريرة من الطرف الأيسر، وصول بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق لويس مارتن، يرسل كرة طويلة باتجاه المعز، لكن بعيدة كانت الكرة الماضية على المعز، تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى لدحيل. مباراة القادمة ستكون أمام النادي العربي، نعم أمام النادي العربي، لدحيل سيلعب أمام النادي العربي، وبالتالي هي رسالة لفريق الأحلام، لبطل أغلى البطولات في الموسم الماضي. هنا لدينا صلاح زكريا يرسل هذه الكرة، وصلت في وسط الملعب، عودة من الطرف الأيمن لنادي معيذر، منقولة هذه الكرة في وسط الميدان، بعد ذلك سقوط خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، وبالتالي ركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي معيذر، ركلة حرة مباشرة لنادي معيذر، منقولة سريعة، سأل عند حارس المرمى، وصلت هذه الكرة عند الحارس صلاح زكريا، بينما كرة منقولة، تمريرة لمصلحة نادي معيذر، وصول بعد ذلك السلام بشكل جميل، منقولة الكرة ترسل عالية لمصلحة نادي الدحيل عن طريق خالد محمد، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب من جديد، تمريرة من الطرف الأيسر لنادي الدحيل، رمية تماس، تنفذ رمية الجانبية، بعد ذلك لنادي معيذر، كرة منقولة عن طريق اللاعب بيزا، تمريرة في اليمين ممتازة، الكرة من أيمن، الفرصة للعب الكرة العرضية بل التسديدة مباشرة، لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى في هذه الأثناء، جماهير نادي لدحيل الحاضرة في مدرجات هذا الملعب وهي تحتفل، السعادة تملأ مدرجات نادي لدحيل هنا في استاد خليفة دول. كرة منقولة، عودة إلى حارس المرمى صلاح زكريا، يلحق بالكرة صلاح زكريا، يرسل الكرة إلى أقصى اليسار لكنها مقطوعة، بتعود الكرة من جديد إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نادي لدحيل، إبراهيم ديالو ينقل كرة في وسط الملعب، تمريرة إلى الخلف، وصلت هذه الكرة في اليمين، كيم مون هون، يوسف أيمن في وسط الميدان، ترسل الكرة عالية إلى أقصى اليسار لكنها تحولت مرة أخرى لمصلحة نادي معيذر عن طريق اللاعب عبد الرحمن راشد، يرسل كرة باتجاه باتجاه زميلي هنا بهاء ممدوح، لاعب طبعا المنتقل من نادي السد، كرة تلعب في وسط الملعب، عودة إلى الخلف، يوسف أيمن عند الكرة، يعيدها باتجاه صلاح زكريا لمصلحة نادي لدحيل، نقلة من يوسف باتجاه إبراهيم ديالو الذي سجل في أول ظهور، كرة تلعب، نقلة من صهيب، في الأخير هناك رفع القدم وخطأ يصفر الحكم لمصلحة نادي معيذر، خطأ في الكرة الأخيرة، تدخل كان موجود
هنا رفع القدم من جانب اللاعب صهيب على الرامون أرياس الأوروغوياني الذي يتحصل على خطر. الرامون أرياس صاحب 31 سنة، طبعا أندية عديدة لعب لديفينسور سبورتينغ هناك في الأوروغواي، واحد من أشهر الأندية الأوروغوانية، لفريق بويبلا، الفريق المكسيكي، لفريق كيتو، الفريق الإكوادوري. هنا فرصة تأتي بيزا، بيزا يحاول لكن في الأخير تعود الكرة. يا سلام يا سلام، هذا مكسب، إي والله هذا مكسب كبير في السنتين الأخيرتين وفي الموسمين الأخيرين. أتحدث عن يوسف أيمن المدافع الرائع هنا في تشكيلة نادي الدحيل. منقول الكرة في وسط الميدان، تمريرة عن طريق اللاعب بهاء ممدوح، بهاب يقطعها المعز، كرة الخضوهات بشكل جميل، المعز والتمريرة والانطلاقة السريعة، لكن خروج من حارس المرمى إيفانيلدو شتتها إلى خارج الملعب، تعود رمية التماس لمصلحة نادي الدحيل في هذه اللحظة. الدحيل يسعى لإحراز الهدف الثاني. الجول الثاني هو الذي سيريح المدرب هرنان كريسبو. كريسبو حذر لاعبي من هذا اللقاء، وهنا فرصة، وهنا تلاقة، وهنا عرضية، وهنا كرة وجدت حارس المرمى إيفانيلدو رودريغيس الذي تصدى والذي سيطر على الكرة الأخيرة. كرة تلعب في وسط الملعب لمصلحة نادي معيدر، تقدم في اليسار عن طريق المتقدم هنا جمال محمد. جمال يا جمال، وين رايح يا جمال؟ جمال عنده كرة، جمال إلى الخلف، تمريرة وصلت إلى نسيم بن عيسى، ينقل كرة في الوسط، الضغط من إبراهيم، الكرة تعود إلى بهاب ممدوح، يمرر رامون أرياس. لمن يا رامون؟ رامون في الوسط، معيذر يبحث عن أول أهدافه في بطولة الدوري بعد العودة، بينما هنا كرة منقولة وصلت في الوسط، بتعود الكرة من جديد. لو نستعيد الذاكرة ونشاهد من سجل، من ومتى، نعم من ومتى، لكن قبل من وقبل متى، هناك كرة لمصلحة نادي معيذر. الآن أتحدث من ومتى، من آخر لاعب سجل لنادي معيذر هدف في بطولة الدوري، في دوري الأضواء، هنا في دوري النجوم؟ إيسو هو من سجل آخر أهداف نادي معيذر في بطولة الدوري، متى؟ في عام 2017. هنا كرة منقولة، طبعا في آخر جولات، في آخر المواسم اللي كان فيها معيذر موجود في بطولة الدوري. نعم، لاعب الإيفواري كيسيتو ويلفريد إيسو هو آخر لاعب سجل لنادي معيذر، اللاعب اللي انتقل بعدها مع نادي إمبي الفريق المصري، هو آخر لاعب سجل لنادي معيذر في بطولة الدوري القطري، وكان ذلك في عام 2017، العام اللي كان فيه الموسم الأخير اللي تواجد في نادي معيذر في دوري الأضواء هنا في قطر. كرة منقولة عند حارس المرمى إيفانيلدو رودريغيس. طبعا هذه تاسع مباراة تجمع الفريقين تاريخيا، في أول مباراتين معيذر فاز على الدحيل، وكان الفوز لفريق معيذر في دوري الدرجة الثانية. نعم، الفوز الأول والثاني لمعيذر في دوري الدرجة الثانية، بعدها ست مباريات، في الست المباريات كلها فاز نادي الدحيل على حساب نادي معيذر. كرة منقولة من الطرف الأيسر، هكذا تقول الإحصائيات وهكذا قال التاريخ وكتب، بينما هنا التاريخ قد يكتب هدف العودة لمعيذر. فرصة تأتي خطيرة ولكن صلاح زكريا. لماذا التاريخ؟ لأن معيذر يريد أن يسجل أول أهدافه في بطولة الدوري في هذا الموسم. هنا الكرة الأخيرة كان فيها خطأ، والكرة الأخيرة فيها إصابة كذلك، واللقطة لحارس المرمى صلاح زكريا اللي نتمنى له السلامة ولكل اللاعبين داخل
داخل أرضية الملعب. هذه الكرة أرسلت بشكل ممتاز إلى هذا اللاعب، اللاعب دينيس آليبيك، طبعا لاعب روماني. دينيس آليبيك ليبدأ أساسيا في هذا اللقاء. دينيس آليبيك لاعب نادي معيذر اللي عنده 32 عام، لعب لإنتر ميلانو الفريق الإيطالي، لعب لأسرة هناك ولعب طبعا في رومانيا، لعب لقيصر سبور هناك في تركيا، لعب لفريق أتروميتوس في اليونان، ولعب لنادي كلوج الفريق الروماني، ولعب للسيوا بوخارست فريق التاريخي كذلك في رومانيا. لاعب الذي فاز بالدوري الإيطالي رفقة إنتر، وفاز بالدوري الروماني مرتين، وفاز بكأس إيطاليا مرتين رفقة إنتر، وفاز بالسوبر الإيطالي، وفاز بكأس رومانيا مرة واحدة، وفاز بالسوبر الروماني مرتين، وفاز ببطولة دوري أبطال أوروبا رفقة الإنتر في موسم 2009-2010، وفاز ببطولة كأس العالم للأندية في الإمارات في عام 2010. هذه إنجازات اللاعب آليبيك، اللاعب نادي معيذر اللي حاول في الكرة الأخيرة. هذا طبعا كان في الصورة اللاعب أيمن الحسوني، بينما كرة منقولة لمصلحة نادي الدحيل، تلعب الكرة من الطرف الأيسر لنادي الدحيل، منقولة الكرة في وسط الميدان، تمريرة خالد محمد، يلعب كرة في وسط الملعب، نقلة من الجانب الأيمن عن طريق يوسف أيمن، يوسف إلى صلاح، زكريا عند كرة، تمريرة في اليسار لنادي الدحيل، وصلت هذه الكرة في اليمين، نقلة بشكل ممتاز، ممتاز امبوزا امبوزا امبوزا، ولكن المدافع هنا بل لاعب خط الوسط خالد صالح، كرة عادت إلى حارس المرمى الحارس صلاح زكريا. بنزا يريد أن يشكل الخطورة بشكل أكبر اللاعب جيم بنزا، لأن المدرب خوسيه مورسيا المدرب الإسباني يعول عليه كثيرا اليوم. نعم، المدرب الذي قال نحن لا نخشى أحد، نحن لا نخشى أحد، هذا كان حديث المدرب خوسيه مورسيا مدرب نادي معيذر قبل هذا اللقاء. نعم، حتى ولو كان الخصم بطلا، حتى ولو كان الخصم طوفانا، اسمه نادي الدحيل، هكذا كان الحديث من جانب المدرب مورسيا، بينما هنا كرة للدحيل الفريق اللي يبحث عن الهدف الثاني. مامادو تراوري عنده كرة، بهاب يرسلها في اليسار، تعليمات مورسيا والكرة منقولة من الجهة اليسرى، الضغط من جانب جمال محمد، يستعيد الكرة جمال بالكعب، يا سلام يا أيمن، رائعة من حسون. نسيم بن عيسى ينقل الكرة إلى مامادو تراوري، تمريرة في وسط الملعب، النقلة بعد ذلك عن طريق نسيم بن عيسى، خاطئة تمريرة لكن بينية، وينها الانطلاقة تاتي عن طريق أولونغا، الكرة تعود مجددا في وسط الملعب لمصلحة نادي معيذر. فؤاد صالح، لويس مارتن يقطع الكرة، المعز إلى خالد، خالد الذي قال سنفرض شخصية البطل، كان عنده تصريح أيضا قبل هذا اللقاء، قال سنفرض شخصية البطل في مباراة اليوم. اللاعب خالد محمد، كرة منقولة من الطرف الأيمن، سريعة الكرة عن طريق المعز، لكن في الأخير إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية جانبية، هذه كرة أيمن حسون، والمهارة من أيمن حسوني، كعب ثاني في هذا اللقاء، لكن ما بين كعب وكعب هناك اختلاف، هناك كعب في تمريرة مفتاحية، وهناك كعب سجل هدف ليعلو كعب نادي الدحيل في نتيجة هذا اللقاء بهدف اللاعب أولونغا، بل الرائع أولونغا، الرائع أولونغا، لأن هذه الصفة
لابد أن تترافق مع اسمه. يا هيرنان يا كريسبو، مثل ما كنت رائعا حينما كنت لاعبا يا هيرنان. ذهب يلعب كرة في الوسط لمصلحة نادي بعيدر، تعود الكرة السهلة عند حارس المرمى صلاح زكريا. ركلة مرمى طبعا اليوم في إطار هذه الجولة، الجولة الثانية، الريان أمام نادي قطر. فساد أحمد بن علي المونديالي الغرافة يوم الغد راح يلعب أمام نادي المرخية. السد أمام العميد، لقاء الزعيم والعميد، وبعد ذلك العربي أمام نادي مصلال، والوكرة أمام نادي الشمال في ختام مباريات هذه الجولة الثانية لبطولة الدور. ملعوبة الكرة في اليسار، تحولت إلى تماس. بهاب إيفانيلدو، أرياس يلعب لك كرة، رامون من الطرف الأيمن منقولة عن طريق بها الآن، تمريرة بشكل ممتاز ومن جانب عبد الرحمن راشد، نقلة عن طريق علي بيك. علي بيك يا علي بيك، وين رايح يا دينيس؟ تمريرة ممتازة، نقلة لمعيدر، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيمن لمصلحة نادي معيدر. عودة إلى الخلف، نقلة قصيرة، كرة ومحاولة مستمرة لمعيدر في الطرف الأيمن، بعد ذلك عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء الرأسية، ولكن كرة جمال محمد تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذا جمال محمد اللي حاول في اللقطة الماضية، أو جمال حمد اللي حاول في اللقطة الماضية. جمال حمد، جمال محمد حمد اللي حاول في اللقطة الماضية لكن تحولت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى منقول الكرة، وصلت عن طريق المعز، بتعود الكرة من جديد، فؤاد إيفانيلدو، تمريرة بشكل جميل من جمال، نقلة إلى بهاب، يرسل كرة ساقطة، مبينزا ترك الكرة، فرصة تأتي لمعيدر والتسديدة، لكن رايح تسلل كان موجود في اللقطة. نعم، حكم المساعد الثاني محمد يوسف عبد الله رفع الراية وأشار إلى التسلل في البداية على اللاعب جيمبيز. خطأ موجود لمصلحة نادي الدحيل، الحضور هنا طبعا الأجواء خارج الملعب تختلف عن الأجواء داخل الملعب، أكيد الكل يعلم هذا الأمر حقيقة. يعني التكييف هنا في الملاعب، أنا أعتقد أن هذه الملاعب الآن وفي ظل هذه الأجواء، الأمر ليس مقتصر فقط على 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 المنطقة هنا، وإنما حتى على مستوى العالم في ظل تصاعد درجات الحرارة في الشهرين الأخيرين. الملاعب المكيفة والتي تظهر مدى جمالية المباريات ليس فقط للاعبين داخل أرضية الملعب وإنما للجماهير. جمهور مرتاح تماما هنا في المدرجات، الأجواء على كيف كل شيء تمام هنا في المدرجات، مع طبعا هذه الأجواء الباردة داخل أرضية الملعب مقارنة بما هو عليه الحال خارج أرضية الملعب. لكن طبعا يتقدم الوقت وبعد ذلك تبرد الأجواء ونشاهد الأجواء المثالية تماما. هنا لدينا كرة، وصلت هذه الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية جانبية في هذه اللحظات. انتشرت الصورة اللي كانت في مباراة السد في الجولة الماضية، وكيف أن الجماهير أيضا، يعني الدنيا حر لكن الجماهير هنا وكأنها في عز الشتاء كانت في مباراة السد. تلك الصورة التي تم
تناقلها بين مختلف الأوساط في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في مباراة نادي السد. وطفلان لذاني كان يتلحف شعار نادي السد من البرودة التي كان يشعران بها في مباراة السد الأولى من خلال مباريات هذا الموسم. وهذه نعمة هذه الملاعب تظهر هنا من خلال طبعا هذا التوقيت في بدء منافسات بطولة الدوري. نعم ملاعب الموديالية التي كانت شاهدة يا أخي على كأس عالم. والله كأس العالم تعيش أيام إلى الآن وتتمنى لو أن الأيام تعود وتشاهد تلك الأجواء التي كانت هنا في دولة قطر، ليس فقط داخل أرضية الملعب وليس في مختلف الملاعب وإنما في مختلف المناطق هنا في دولة قطر في البطولة التي كانت واحدة من أجمل البطولات ككل على الصعيد الرياضي وليس فقط على الصعيد استحقاقات وبطولات كرة القدم. نعم تشعر بالحنين إلى تلك الأيام وتشعر بالشوق والعودة مرة أخرى إلى الماضي، وكأن الذي حدث هنا في هذه الملاعب لم يكن قبل أشهر وإنما كان قبل أيام. هنا معيدر في فرصة جول، هذا جول هذا جول هذا جول، الله فعلها علي بك، فعلها الروماني ليسجل هدف التعادل، هدف التعادل لقلعة تكحلان. نعم نادي معيذر يسجل هدف التعادل في هذه الأثناء، قطع الكرة المدافع محمد خالد النعيمي يخطب، وبعد ذلك علي بك الروماني وكأنه كان يقول لا تخطئ أمامي لأن العقاب سيكون حتمي، والعقاب كان هدف العودة لمعيذر وهدف يسجل من خلاله نادي معيذر أول أهداف في بطولة الدوري في هذا الموسم. دينيس علي بيك يسجل هدف التعادل لنادي معيذر بعد عام 2017، وبعدما سجل الإيفواري ذلك الهدف الأخير لمعيذر، اليوم معيذر يقول نحن عائدون وأهدافنا تعود، نحن عائدون وأهدافنا تعود. نعم قالها دينيس علي بيك الذي أحرز هدف التعادل لفريق معيذر، هدف لهدف، أصبحت النتيجة الآن هدف لهدف، أصبحت النتيجة الآن هنا ما بين الفريقين في هذا اللقاء. تمريرة الآن لدحيل من أجل التقدم، وهناك أولونغا، هناك أولونغا متسلل، نعم متسلل أولونغا، أولونغا كان يقف في موقف تسلل في اللقطة الماضية وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي معيذر في هذه اللحظة، ركلة حرة غير مباشرة لنادي معيذر في هذه اللحظة. هذا عبد الرحمن راشد اللي تحصل على بطاقة صفراء، التدخل كان على صهيب. أوه يا عبد الرحمن يا راشد، هذه في كرة سابقة، حكم ترك اللعب يسانف، بينما هنا لدينا كرة على طريق امبوزا 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 امبوزا، الثاني جول الثاني جول، يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال، جمال حمد لم يصل إلى كرة امبوزا، امبوزا كان قريبا من إحراز ثاني الأهداف. معيذر يريد أن يقول وقت المفاجآت حان، وقت المفاجآت حان، أراد أن يسجل ثاني الأهداف بعدما عدل النتيجة. بنزة قدام عرضياتك باتجاه جمال حمد لكنه لم يصل إلى الكرة الماضية، لكن معيذر برافو برافو معيذر في هذا التوقيت. الآن هنا علي بيك، دينيس يحاول، دينيس يمهد، الكرة بتعود مرة أخرى، وصلت من الطرف الأيمن لمصلحة الطوفان عن طريق صهيب، الكرة بتعود من جانب رامون، أرياس ينقل الكرة في اليمين، نقلة في وسط الملعب من جديد لمصلحة نادي معيذر، لمصلحة نادي معيذر أمام البطل، أمام البطل، يا سلام
يا السلام يا أيمن، حسوني كعب آخر، حسوني وكعب آخر في 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 هذا اللقاء. شاهدنا واحد في البداية والآن لقطة أخرى فنية من جانب حسوني، بينما كرة من جمال حمد وصلت إلى بهاب، ينقل كرة من الطرف الأيسر نسيم بن عيسى، تمريرة في الطرف الأيسر، فؤاد عنده كرة، فؤاد يريد أن يمر من أمام المعز، فؤاد راح، فؤاد توغل، فؤاد تقدم، فؤاد عرضية خطيرة للثاني المعيذر، ما زالت قائمة فرصة المرور، فرصة التصويب تأتي، صدمت في دفاعات الطوفان، صدمت في دفاعات نادي الدحيل، لكن يا له من معيذر، يا له من أداء من فريق معيذر، فؤاد يحاول، المعز يعود، المعز كرة إلى خارج الملعب، تحولت إلى رمية تماس. رمية جانبية، حكم اللقاء يطلب إيقاف اللعب، هناك إصابة طبعا اللاعب فؤاد صالح، إصابة فؤاد صالح اللاعب اللي نتمنى له السلامة ولكل اللاعبين داخل أرضية الملعب. هذه اللقطة ما بين فؤاد صالح والمعز علي في اللقطة الماضية، هذه اللقطة الأخيرة ما بين فؤاد والمعز، بينما اللعب يستأنف من جديد، عرضية فؤاد يلعب كرة إلى خارج الملعب، ركلة ركنية والله معيذر مو بسهل، لا 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 مو بسيط، نادي معيذر يقدم نفسه بصورة جدا مميزة هنا في هذا اللقاء، ركلة ركنية على يسار حارس المرمى، ستنفذ ركلة للركنية، علي بيك ممتازة، وابو طالبة كانت بوجود لمسة يد غير موجودة، يقول حكم اللقاء. دقيقة 41، بينما هنا حكم اللقاء حمد السبيعي مطالبة بوجود لمسة يد، هنا هي موجودة، لكن تبقى المسألة تقديرية، يعني رامون رياس وكأنه كان متأكد نعم من وجود ركلة جزاء، هو متأكد من وجود لمسة اليد، وكأنه الآن متأكد من أن الحكم سيمنح ركلة جزاء لنادي معيذر، لا الحكم يأمر بمواصلة اللعب، الحكم يأمر بمواصلة اللعب، واللعب سيستأنف بالرمية لنادي معيذر. هذا مورسي المدرب الإسباني خوسيه مورسي غونزاليس، 58 عام، درب نادي الصفاقس التونسي، درب نادي الشحانية، درب فريق ليغوروس إنتر الفريق الفنلندي، درب فريق ليفسكي صوفيا الفريق البلغاري، هنا كرة منقولة، درب كذلك فريق براشوف الفريق الروماني، ودرب أتلتيكو مدريد الفريق الإسباني. نعم مورسيا سبق له وأن درب الأتلتي. كرة تلعب، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب، نقلة لمصلحة نادي معيذر عن طريق فؤاد صالح، يرسل كرة عالية، التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، تحولت الكرة في الوسط، البحث عن زميل، تمريرة في اليسار، نقلة من الطرف الأيسر عن طريق فؤاد صالح، يلعب كرة صالح، تمريرة إلى الخلف، بها في لمسة، بعد ذلك نقلة نسيم في كرة، تمريرة من الجهة اليمنى يا رامون خسر الكرة، أولونغا قد يعاقبه، صهيب عنده كرة، مرور عرضية، ولكن وينها بعيدة على إبراهيم ديالو، بعيد الكرة على إبراهيم ديالو في اللقطة الماضية، هذه الكرة باتجاه إبراهيم بعيدة على ديالو، تحولت إلى ركلة مرمى. الشوط الأول شوط جميل يا إدميلسون، أوه يا إدميلسون، ميلسون لاعب الذي تعرض حقيقة لإصابة في وقت صعب جدا على نادي الدحيل، منقولة كرة، وصلت هذه الكرة جانب إدميلسون، مشجع الحاضر يبدو أنه من مشجع نادي فلامينغو الفريق البرازيلي، فلامينغو
الفريق البرازيلي اللي غادر بطولة كوبا ليبرتادورس. هنا فرصة تأتي، فرصة خطيرة والتصويبة تأتي ولكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة مرمى. هذه الكرة الأخيرة من فؤاد صالح، كرة في وسط الميدان إلى خارج الملعب، إلى رمية التماس. 6 دقائق أضاف الحكم، وقت محتسب بدل من ضايع في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. رمية التماس، والله معيذر ضاغط، معيذر يريد أن يحقق أولى مفاجآت الموسم. نعم معيذر، إذا ما فاز ستكون أولى مفاجآت الموسم هنا في الدوري. كرة تلعب، ترسل طويلة، سلعد حارس المرمى. أنا أعتقد الموسم الحالي هنا طبعا مختلف الأندية دعمت صفوفها بمختلف اللاعبين المحترفين، وبالتالي هالموسم ما راح يكون سهل أبدا، ما راح يكون سهل على كل الأندية كبارها وصغارها، ما راح يكون سهل أبدا أبدا هذا الموسم. شاهدنا الشمال اللي فرض التعادل أمام وصيف النسخة الماضية وبطل بطولة كأس سمو الأمير النادي العربي، والآن نشاهد معيذر يجاري نادي الدحيل بطل النسخة الماضية. محمد خالد عنده كرة، لويس مارتن عودة إلى الخلف من جديد، بعيد ركلة مرمى عند الحارس إيفانيلدو رودريغيز. هذا يوسف أيمن، بينما هنا هيرنان كريسبو، هو هيرنان كريسبو حذر من هذه المباراة. قال هيرنان كريسبو هذه المواجهة خادعة، وأذكر بهذا التصريح، قال مثل هذه المباريات هي التي تكون خادعة، لأن الجميع يصنف لدحيل أنه الأفضل، وهو ما يبدو واضحا على الورق، لكن في الميدان معيذر كان قريب، في الميدان معيذر كان على أبواب التقدم في النتيجة لولا حارس المرمى صلاح زكريا، لولا صلاح زكريا لخرج معيذر متقدما في النتيجة. امبنزا يا امبنزا، امبنزا مثل هذه الكرات إن لم تسجلها على فريق بحجم البطل، على فريق بحجم الدحيل، فقد يعاقبك نادي الدحيل. إن هبت رياحك فاغتنمها يا معيذر، ولديك من الفرص ما كانت قد ضاعت، وبالتالي عليك أن تستغل فرصك، عليك أن تستغل محاولاتك، عليك أن تستغل الكرات التي تتاح لك، وإلا فإن العقاب سيكون من الطوفان لا محالة. هذه اللقطة ما بين بينزا ومحمد خالد، يعني محمد خالد النعيمي، تفوق واضح من علي بيك في كرة الهدف، والآن تفوق آخر واضح كان من جانب جيم بينزا في الصراع البدني ما بين اللاعبين. بينما هنا كيم مون هوان يشتكي من تدخل كان من لاعب نادي معيذر اللاعب جمال حمد. وكيم مون هوان هذا اللاعب صاحب 28 عام، المنتقل من فريق جونبوك يونداي الفريق الكوري الجنوبي، واللاعب الدولي مع منتخب كوريا الجنوبية. نعم هذا اللاعب كيم مون هوان الدول الكوري،
صلاح زكريا يلعب كرة طويلة من الطرف الأيسر، حارس المرمى إيفانيلدو، الضغط من أولونغا، تمريرة بهاب يرسلها طويلة لكن وصلت عند يوسف أيمن، الكرة سالة عند يوسف أيمن، نقلة إلى صلاح زكريا، منقولة في وسط الميدان عن طريق إبراهيم ديالو. نلعب الآن في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضايع والذي قدر بست دقائق. علي بيك، يوسف أيمن يضغط، يقطع هذه الكرة، ديالو وينها يا ديالو؟ ديالو للمعز، دعز للمعز باتجاه إبراهيم، نقلة من لويز مارتن، تمريرة في اليسار، صهيب عنده كرة جنان، ينقل كرة في اليسار، خالد محمد، ممتازة جميلة لكنها مقطوعة، وهناك إصابة كذلك للاعب نادي بعيدر الواقع على أرضية الملعب، اللاعب عبد الرحمن راشد. بالسلامة يا عبد الرحمن راشد. طبعا في دكة بدلاء نادي بعيدر هناك مؤيد، عبد الله ماجد، عبد اللطيف، باسم عبد المنعم، سيف حسن المهندي، غدير ثامر الشمري، ناجي الصادق، محمد صلاح النيل المنتقل من النادي العربي، هناك عبد العزيز الساع واحد من الاسماء الجديده كذلك في نادي معيدر، هناك مالك محمد حسن، عبد الغني منير الاسم الجديد كذلك في نادي معيدر، مبارك عيد بالاضافه ومبارك نعيد نعم، وكذلك يوسف صبري. هذه الاسماء الموجوده في دكه بدلاء نادي معيدر. في الجانب الاخر في الدحيل محمد سعيد، شهاب الليثي، اخو بهاب، ولدينا اسماعيل محمد، كريم فضيف، عبد العزيز حسن او عبد العزيز محمد حسن، اسحاق الحاج، لطفي رابح ماجر، فارس سعيد، ابراهيم قادر، عاصمة ابو، وكذلك راشد عبد العزيز العبد الله. هذه الاسماء الموجوده في دكه بدلاء نادي الدحيل في هذا اللقاء. الان بعد الاطمئنان على سلامه اللاعب كاهل موجود، وكيروش مدرب العنابي كارلس كيروش موجود هنا في المدرجات اكيد للاستحقاقات القادمه للعنابي الذي نتمنى له التوفيق، كل الامنيات بالتوفيق للمنتخب القطري في مختلف فئاته السنيه من اجل الاستحقاقات القادمه. لدينا المنتخب الاول اللي راح يلعب بطوله كاس امم اسيا، ولدينا المنتخب الاولمبي كذلك الذي سيخوض غمار التحدي من اجل الوصول الى اولمبياد باريس في صيف العام القادم، ولا ننسى كذلك البطولة التي ستقام هنا في قطر بالنسبة للمنتخبات تحت 23 عام. هنا فرصة تأتي لنادي معيدر، تحولت إلى خارج الملعب، وصافرة حمد السبيعي الآن تأتي لتعلن نهاية هذا الشوط، الشوط الأول من هذا اللقاء ما بين معيدر والدحيل، تعادل هدف لكل فريق، هكذا كانت الحصيلة في شوط تألق فيه دنول. الشوط الثاني الآن سينطلق في هذه اللحظات، التذكير بتشكيلة الفريقين في هذا اللقاء، إيفانيلدو رودريغيز، بها ممدوح، مامادو تراوري، هناك رامون أرياس، لدينا فؤاد صالح بالإضافة لعبد الرحمن راشد، هناك نسيب بن عيسى، دينيس علي بيك، جمال محمد، أيمن الحسوني، وكذلك جيم بينزا، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة نادي معيدر. بالنسبة للدحيل صلاح زكريا في الحراسة، كيم ونهوان، يوسف أيمن، محمد خالد نعيمي، هناك سلطان البريك، لويس مارتن، ابراهيم ديالو، صهيب جنان، خالد محمد، المعز علي، واولونغا. هذه تشكيلة نادي الدحيل في الشوط الأول من هذا اللقاء. كرة لمصلحة نادي معيدر في الشوط الأول، اولونغا تقدم أولا لنادي الدحيل بالهدف الذي سجله، هدف رائع كان في الدقيقة التاسعة. بعد ذلك دينيس علي بيك كان قد أحرز هدف التعادل بعد خطأ من المدافع محمد خالد في الدقيقة 37، نجح الروماني في العودة بفريق نادي معيدر في نتيجة هذا اللقاء. هنا خطأ آخر من سلطان هذه المرة، بينما يصحح هذا الخطأ لويس مارتن بعد كرة كانت من سلطان البريك، بينما هنا خطأ آخر، أخطاء نادي الدحيل في الدفاع تكلف الفريق النتيجة. هنا لدينا فرصة، أولونغا راح، أولونغا يحاول فيها لكن إيفانيلدو
رودريغيز واقف صح حارس المرمى، خرج في توقيت صحيح وسليم وأبعد الكرة الماضية إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، ويعلم خطورة أولونغا. أولونغا إذا ما انطلق خلاص، إذا ما انطلق أولونغا خلاص، عليك فقط أن تدعي أن يضيع الكرة وأن حارس المرمى يكون في يومه. نعم، عدا ذلك أولونغا من النادر أن يضيع انفراد لاعب نادي الإدحيل. خطأ موجود لمصلحة نادي معيذر، رامون أرياس على التنفيذ، هنا شيمبينزر والصراعات البدنية ما بينه وبين مدافعي نادي الإدحيل، بينما هنا كرة عند صلاح زكريا. حقيقة في معيذر هناك بينزا، هناك دينيس علي بيك، في الصراعات البدنية تفوقوا في الكثير من الالتحامات على لاعبي نادي الإدحيل، وهذا الأمر هو الذي ربما رجح كفة نادي معيذر في الفرص في الشوط الأول. نعم، تشعر أن الفريق لديه لاعبين بقوة بدنية كبيرة أمام مدافعي نادي الإدحيل. كرة منقولة عن طريق محمد خالد، وصلت إلى سلطان البريك، خصوصا الكرات الهوائية، الكرات العالية دائما التفوق للاعبي نادي معيذر. كرة منقولة للطوفان لكن مقطوعة من بها، وصلت في وسط الملعب. عينك هنا، عينك شاهد هنا. يعني لقطة كانت ما بين اللاعب أيمن الحسوني ولويس مارتن، لكن اعتذر أيمن الحسوني. هنا كرة منقولة صيب جنان، وصلت من الطرف الأيسر لمصلحة نادي الإدحيل، منقولة كرة عن طريق الكوري كيم مون هوان، عنده كرة في اليسار. سلطان البريك يمرر كرة في وسط الملعب، نقلب إلى محمد خالد، نعيمي يلعب له كرة، إبراهيم ديالو، نقلة إلى خالد محمد في الطرف الأيمن، وصلت هذه الكرة من المعز إلى الكوري، كم مر، لا يمر، لم يتمكن من المرور كيم، بينما وين الكرة يا إبراهيم يا ديالو، مقطوعة لكنه استعاد هذه الكرة، وصلت إلى المعز، تركها إلى سلطان، نقل الكرة بعد ذلك لمن؟ غريب، إيرنان كريسبو أعتقد أنه غير راضي على هذه النقلات، لأننا نتحدث عن ربما أكثر من 10 نقلات، فيها 4 نقلات خاطئة من لاعبي نادي الإدحيل. يا إيفانيلدو الآن عنده كرة، مهم جدا أن يكون حارس المرمى يلعب بالقدمين، كرة منقولة في الوسط، نقلة بعد ذلك على طريق دينيس علي بيك، يرسل كرة في اليسار لمصلحة نادي معيذر الذي ينشد المفاجأة. معيذر ينشد تحقيق المفاجأة وينشد كذلك استمرارية لاعبي وعدم الانهيار، خصوصا في ظل هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء أمام فريق لديه كذلك من العناصر والبدلاء ما يمكن أن يبدل الأحوال بالنسبة لهذا اللقاء في الشوط الثاني. كرة تصل لمصلحة نادي معيذر، تمريرة إلى الخلف، نقلة في الطرف الأيسر، وصلت إلى من؟ إلى بهاء، بهاء عند كرة، بهاء يحاول، بهاء والتسديدة، أراد أن يصطاد مرمى الحارس صلاح زكريا، بينما هنا الصياد الكيني أولونغا أراد الوصول والحصول على كرة لم تصل إليه ولم يحصل عليها. رامون أرياس، نقلة في وسط الميدان، جيمبينزا، تمريرة من جيمبينزا، الحسوني ممتازة، علي بيك والتسديدة، لكن الكرة بتعود مرة أخرى، وصلت هناك إصابة، إصابة لويس مارتن، سلامات لويس مارتن، بالسلامة لويس مارتن، واقع على أرضية الملعب. قوة التسديدة من دينيس علي بيك وإصابة لويس مارتن، اللاعب اللي نتمنى له السلامة، لكل اللاعبين داخل أرضية الملعب هنا في استاد خليفة دولي، هنا في هذا الملعب اللي ياما احتضن العديد من البطولات
ومن المباريات المهمة، لا أتحدث فقط عن البطولات الرسمية وكذلك في مختلف الألعاب، ومنها بطبيعة الحال أم الألعاب ألعاب القوى، ولكن أتحدث كذلك عن عديد المباريات الودية التي احتضنها هذا الملعب تاريخيا، يعني في مختلف الاستحقاقات سواء كانت المحلية أو الإقليمية أو العربية أو العالمية، دائما ما كان هذا الملعب المحطة الأولى تاريخيا. لدينا هنا كرة بالكعب من جيم بيزر، لكن سأل عند حارس المرمى. هذا الملعب ولعل الكثيرين يتذكرون مباراة البرازيل أمام إنجلترا، سوبر كلاسيكو العالم ما بين البرازيل والأرجنتين، مباراة مصر أمام قطر، مباراة إسبانيا أمام منتخب الأوروغواي. هذا الملعب الذي احتضن العديد كذلك من المباريات الودية فوق الكثير من البطولات، سواء في عالم الساحرة المستديرة وعالم هذه الفاتنة المجنونة كرة القدم، أو كذلك في مختلف الألعاب. هذا الملعب الذي يمثل رمزية كبيرة هنا لكرة القدم وللرياضة القطرية بشكل عام على مدار التاريخ. نقلة في وسط الملعب، تمريرة عن طريق إبراهيم ديالو، وصلت إلى كيم مون هوان، ينقل كرة إبراهيم ديالو إلى أيمن، يرسل كرة طويلة من الطرف الأيسر، لكن حارس المرمى إيفانيلدو سدا منيعا أمام طوفان نادي الدحيل. حتى الآن إيفانيلدو، يا إيفانيلدو. نقلة في اليسار، حمد والتمريرة، ترسل كرة طويلة عالية إلى علي بيك، تسلل غير موجود، لكن صلاح هو اللي موجود، صلاح هو اللي موجود. التسلل لم يكن في اللقطة الماضية. حسوني عند كرة أيمن، حسوني لمن؟ حسوني يعيد الكرة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك عن طريق عبد الرحمن راشد، يعيد الكرة باتجاه رامون الأوروغوياني أرياس، ينقل كرة باتجاه علي بيك، وصلت إلى الخلف، منقولة كرة بعد ذلك من الطرف الأيسر من جديد. بنقلاتهم، بلمساتهم، يؤمنون بحظوظهم ويؤمنون بأن المفاجأة حان ميعادها بعدما حان موعد أول أهدافهم هنا في بطولة الدوري بعد خسارة الوكرة أمام النواخذة. اليوم هنا أمام الطوفان بشكل آخر، معيذر غير، هذا اليوم معيذر غير، نعم معيذر غير أمام نادي الدحيل بشكل مختلف تماما عما كانت عليه وضعية الفريق أمام الوكرة في الأسبوع الأول. سلطان البريك يلعب له كرة، لويس مارتن تمريرة، لكن والله واقف صح نادي معيذر داخل أرضية الملعب بتشار لاعبيه، يعني معيذر حتى الآن واقف صح، منتشر صح، منظم صح. نعم نعم، هذا الذي يحدث هنا في هذا اللقاء ما بين الفريقين. حسوني يتحصل على خطأ، خطأ لأيمن، تنفذ الكرة السريعة، شيمبينزا من أمام أيمن، بينزا مضايقة كانت من أيمن فرحات، بينما هنا تمريرة وصلت أو يوسف أيمن، كرة منقولة في وسط الملعب، بتعود الكرة من جديد عن طريق اللاعب كيم مون هوان، يرسل كرة في وسط الميدان، وصلت هذه الكرة إلى الخلف، لمصلحة نادي معيذر. منقولة كرة من المعز، ممتازة إلى أولونغا، يحاول فيها أولونغا، بتعود الكرة من جديد لمصلحة نادي معيذر، لكن مقطوعة الكرة، تحولت الكرة من جديد. مقطوع الكرة من جانبي حارس المرمى إيفانيلدو رودريغيز، يرسل كرة إلى الطرف الأيسر لمصلحة نادي معيذر، ما زالت الكرة من بهاب، نقلة يبقي عليها فؤاد صالح اللي يرسل كرة طويلة باتجاه علي بيك، لكن سلطان البريك من أمام علي بيك قطع الكرة. إبراهيم ديالو، كريسبو الآن سيغير، كريسبو سيجري تبديل، بينما كرة منقولة في اليسار، فرصة لأن تأتي صهيب، عنده كرة صهيب، أعتقد أنه هو من سيغادر أرضية الملعب. هناك راية مرفوعة، تسلل كان موجود في اللقطة الماضية.
تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. شاهد الكرة الأخيرة وهنا التسلل اللي كان على صهيب. ركلة حرة غير مباشرة. كريم بضيف أعتقد سيدخل بدلا من لويس مارتن. وأعتقد بأن صهيب كذلك سيغادر أرضية الملعب. كرة منقولة لمصلحة نادي معيدر. ممتاز الكرة على السلام من جانبي حمد. يلعب لها كرة شمال من الطرف الأيسر إلى فؤاد صالح يحاول فيها الكرة إلى ركنية. تبديلان الآن لنادي الدحيل. بالفعل صهيب مثل ما توقعت يغادر أرضية الملعب. صهيب يغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات. وإسحاق الحاج هو من يدخل بديلا، واحد من الأسماء الجديدة. وخالد محمد هو من يغادر وليس لويس مارتن. كريم ضيف هو من يدخل بدلا منه الآن. نعم خالد محمد وليس لويس مارتن. خالد يدخل، كريم ضيف يدخل بديلا في تشكيلة نادي الدحيل. قوة أكثر في وسط الملعب وفعالية في الجهة اليسرى يريدها المدرب إرنان كريسبو. لكن هنا أولا ركلة ركنية لمصلحة نادي معيدر. ركلة ركنية لمعيدر. حمد سباعي يحذر اللاعبين من أي التحام في لحظة تنفيذ الركلة الحرة المباشرة أو الركلة الركنية الرابعة. الركلة الركنية الرابعة لنادي معيدر. على يميني حارس المرمى صلاح زكريا. انذار شفوي آخر وتحذير آخر من حكم الإيقاب في ظل تقدم اللاعبين نادي معيدر. لاسيليس سكاي بلو اللاعب الأوروغواياني. بينما هنا الركلة الركنية ستنفذ. منقولة كرة داخل منطقة الجزاء في القائم الأول، والفرصة تأتي بتسديد ولكن ضاعت 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 الكرة بتعود من جديد لفريق معيدر. وصلت من الطرف الأيسر بعد ذلك مقطوعة الكرة. إسحاق اقطعها. تعود الكرة عند حارس المرمى صلاح زكريا. يرسل كرة طويلة. بها موجود وفؤاد هو الآخر موجود. والتحضير لغاية عودة لاعبي نادي معيدر. لكن هنا أولونغا السلام. أولونغا عند كرة. أولونغا إلى كريم في أول لمسة. لويس في نقلة. تمريرة إلى إسحاق الحاش. عند كرة من الطرف الأيمن. إسحاق يريد المرور. يا السلام فنان مر رائع. مر أراد أن يمرر ولكن كرة مقطوعة. فؤاد قطعها. عادت لمعيدر. يستعيدها إسحاق. لكن هناك صافرة حكم الإيقاتات تعلن عن وجود خطأ. هذه الكرة الخطيرة. هذه الكرة التي حاول فيها جمال حمد. جمال حمد تسديدة لم تأتي، يعني لم تأتي مثل ما كان يريد اللاعب جمال حمد. لأنها لو أتت، لو كانت بالوضعية التي أرادها جمال حمد لعلقها في الشباك. علقها صح جمال حمد. كرة بتعود مرة أخرى. صلاح زكريا. كريم بوضيف. التحضير في وسط الملعب لمصلحة نادي الدحيل. هل سنشاهد تحسن في أداء الدحيل؟ هنا تمريرة أخرى خاطئة. تمريرة خاطئة من لويس مارتن. رمية التماس. فؤاد يا السلام يا السلام يا السلام على كرة. عملية التمويه في اللقطة الماضية من جمال حمد اللي عاد ليرتكب خطأ. يوسف نفذ الركلة الحرة. وصلت إلى إبراهيم ديالو. لكن عينك 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 على ضغط لاعب معيدر. عينك على ضغط لاعب معيدر. تشعر أن هذا الفريق متمرس على هذا النوع من المباريات. أي والله نعم. تشعر أن نادي معيدر هنا متمرس على هذه النوعية من المباريات أمام الكبار. معيدر يريد أن يفرض اسمه، يريد أن يفرض نفسه، ويريد أن يقطف أولى الثمار مع هذا المدرب. ليس هذا هذا هيرنان، لكن اللي كان في الصورة السابقة السيد خوسيه مورسيا.
كريم نقلب ممتاز الكرة بعد ذلك إبراهيم راح جاله راح جاله لكن راح لا راح إلى السلس راح للسلس اللاعب الأوروغواياني اللاعب رامون أرياس كريم مضيف نقلة إلى لويس مارتن تمريرة من الطرف الأيسر بتعود الكرة عن طريق السلطان لبريك يحاول فيها لبريك وتمريرة لمن؟ تمريرة إلى الخلف وصلت في وسط الميدان كريم يلعب كرة لويس السلم تمريرة إلى الكوري كيم مون هوان ينقل كرة في اليمين لويس مارتن يحاول بها هنا يضغط لويس ما زال عنده كرة تمريرة إلى الخلف وصلت عن طريق كريم بوضيف في نقلة في لمسة إبراهيم في تمريرة لكنها من أمام المعز مقطوعة لتعود مجددا لمصلحة نادي لدحيل مرة أخرى بعد التغييرين والتبديلين دحيل أفضل أفضل هذه جول هذه جول كيم مون وان الشمشون الكوري أراد أن يكون حلا ناجحا أمام إيفانيلدو لكن الحارس انبرى وتصدى بل سعاد الكرة وصلت من اليسار بعيدة على جمال حمد أعتقد أنه سيغادر أعتقد أن جمال حمد راح يغادر أرضية الملعب ربما نشاهد محمد صلاح النيل يدخل أعتقد أن محمد صلاح النيل راح يدخل في خيار المدرب خوسيه مورسيا المعز علي يلعب لك كرة في وسط الملعب كريم عنده كرة تمريرة من الطرف الأيسر وصلت إلى جمال حمد يحاول فيها جمال مر جمال ما زال جمال تمريرة خاطئة الكرة تعود بعد ذلك في وسط الملعب من جديد لمصلحة نادي الدحيل اللاعب ينحصر في وسط الملعب ما بين الفريقين بينما هنا كريم ممتاز إلى إسحاق الحاج راح في اليمين إسحاق لكن الله 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 على هذا الفؤاد على فؤاد صالح اللي عاد لي السعيدة كرة بطريقة جدا رائعة لاعب الظهير الأيسر لفريق أم عيدر في اللقطة الماضية كرة بتعود خطة موجود لمصلحة نادي الدحيل تدخل كان في اللقطة الماضية وإصابة اللاعب أيمن الحسوني أيمن تعرض لي الإصابة هذه كرة فؤاد يا سلام يا فؤاد يا سلام يا فؤاد يا صالح بطريقة جدا رائعة بينما هذه الكرة التي أصيب فيها أيمن حسوني من أمام محمد خالد بالسلامة لي أيمن الحسوني لكل اللاعبين داخل أرضية الملعب هذا خوسيه مورسيا وهذه رابطة مشجعي نادي الدحيل رابطة مشجع الطوفان وهذا الحكم الرابع يوسف يعقوب الشرشن يتحدث مع هرنان كريسبو وهنا كذلك جانب من الجماهير من العوائل الحاضرة هنا في مدرجات ساد خليفة الدولي في ظل هذه الأجواء ونحن في ثاني أسابيع بطولة الدوري القطري أو دوري نجوم إكسبو في موسم 2023-2024 الأمال كبيرة لمختلف الأندية وهذا محمد صلاح محمد صلاح ورفقته كذلك عبد العزيز أزع واحد من الأسماء الجديدة التي تستعد للدخول ولدينا كذلك اللاعب الآخر مالك محمد هناك عبد الغني منير هو الآخر يستعد ويجري عمليات الإحماء لكن اللاعب يستأنف من خطأ لنادي الدحيل تمريرة في اليمين إسحاق والنقلة عودة إلى الخلف وصلت هذه الكرة لنادي الدحيل تمريرة فنقلة فوصول من الجهة اليسرى إلى سلطان نقلت إلى سلطان من المعز عادت سلطان عرضية لكن إيفانيلدو يتمكن من هذه الكرة إيفان يا إيفان إيفانيلدو رودريغيز
تمكن من الكرة الماضية كرة سلطان البريك. سلطان البريك واحد من العناصر المهمة كذلك ويعتبر مفتاح مهم جدا في إرسال الكرات العرضية دائما من الطرف الأيسر. اللاعب إلياما قدم تمريرات حاسمة لنادي دحيل من هذا المركز. 56-44 تقول الإحصائيات على صعيد نسبة الاستحواذ هنا في هذا اللقاء. كرة منقولة في وسط الملعب أو عند حارس المرمى صلاح زكريا. يرسل كرة طويلة راسية في وسط الميدان لمصلحة نادي معيدر. حسوني إلى علي بيك، إبراهيم ديالو، لويس مارتن يطلب الكرة إسحاق الحاج، وصلت بالفعل إلى إسحاق. التقدم إلى الجانب الأيمن، مهاري يريد المرور، مهاري يريد مرور آخر. هنا لدينا نقلة وتمريرة، إبراهيم ديالو وصلت إلى كريم. كريم بضيف لمن؟ أولونغا، ممتاز، المعز جول، المعز جول. الله 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 الله، حينما يتجلى جمال الطوفان هنا دحيل يعزف أجمل الألحان بأقدام لاعبيه، بمهارات لاعبيه، بلمسات لاعبيه، بجمال كرة القدم التي يقدمها نادي دحيل بهدف مرسوم رسم. هذا الهدف رسم مهندس مدني، نعم هذا الهدف رسم مهندس مدني، نعم. لكن عينك هنا، عينك على كرة المعز، على تفويت يولونغا، على تزيدة ديالو، على إنهاء هدف وعلى جمال هدف بين قوسين. هناك شك في أن يكون تسللا، لكن هل ينتهي هذا الجمال بعودة إلى غرفة الفار والتأكد من وضعية تسلل، أم أن هذا الجمال يحسب لنادي دحيل بأجمل ألحان أقدام لاعب الطوفان ليسجل دحيل هدف السبق وهدف التقدم في نتيجة هذا اللقاء؟ الأخبار تأتي عبر بريد مرسل صوتي ما بين حكم ساحة وحكم تقنية فيديو، يقول هذا الجمال لابد أن يكون هدف، وهذا الجمال بالفعل كان هدفا لنادي دحيل في اللقطة الماضية. في وسط الملعب لمصلحة نادي معيدر، يعني تشعر أنها أشكال هندسية رسمها لاعب نادي دحيل في كرة الهدف من خلال تلك اللمسات، بلمسة وأخرى فثالثة فتفويت فوصول ودخول وتسجيل. هدف كان رائعا من جانب إبراهيم ديالو. دحيل هدفان، معيدر هدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن في هذا اللقاء. كرة ترسل طويلة، معيدر سيبحث عن العودة، وصلت هذه الكرة. الآن معيدر سيتقدم أكثر، سيحاول أكثر، وقد يدفع ثمن هذا التقدم المنتظر بهدف ثالث، أو قد يكسب هدف تعادل في قادم الدقائق. جمال حمد يرسل كرة بينية، مقطوعة الكرة لمصلحة نادي معيدر، ما زالت الكرة مستمرة. نقلة في اليمين، تصل هذه الكرة في وسط الميدان، بعد ذلك محاولة مستمرة، هناك تدخل كان موجود وخطأ يصفر حكم الإيقاف في اللقطة الماضية. ركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي معيدر. حارس المرمى صلاح زكريا يسعد، ديالو سجل ثاني أهدافه في الموسم. هنا ركلة حرة مباشرة، علي بيك على التنفيذ، علي بيك والتسديدة، خطير، لكن أعتقد من الزاوية اللي شاهدنا فيها الكرة أظهرت الخطورة، وإلا فإن الكرة بعيدة. نعم ليست بذلك القرب الذي رأيناه أو الذي رأيناه في الكرة الأولى. هذا خوسي مورسيا يحيي لاعبيه. حقيقة نادي معيدر
يستحق تحية مدربه على الأداء الذي قدمه في الدقائق الماضية. فؤاد إيفان في وسط الميدان، كيم وون هوان، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود في الكرة الماضية لمصلحة نادي الدحيل. لويس مارتن، سلطان إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. 19 دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. رامون أرياس، علي بيك يلعب له كرة في الطرف الأيمن، عبد الرحمن راشد، والعرضية ترسل عالية خطيرة إلى حمد، يحاول فيها جمال. جمال عنده كرة ما زال، لكن إسحاق الحاج، نقلة في اليمين، وصلت الكرة من أولونغا. كيم وون هوان، تمريرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة نادي الدحيل إلى اليسار. سلطان البريك، المعز، سلطان من جديد. الآن ستشاهد نادي الدحيل يستحوذ على الكرة أكثر، يحرم نادي معيذر ولاعب معيذر من الكرة، وأيضا بين قوسين يسحب لاعب معيذر للأمام، والاعتماد على سرعات ولونج اب ومهارة إسحاق الحاج. هذا هو إسحاق، عنده كرة لكن تغطية موجود. الآن أولونجا ظهر، الآن أولونجا ظهر، أولونجا يحاول، إسحاق عنده كرة بالفعل وصلت إلى الطرف الأيمن. إسحاق الحاج يحاول أن يمر، هنا تقدم، هنا مرور بالمهارة، بالمهارة. ماذا يفعل، ماذا يفعل، ماذا يفعل؟ عرضية، إسحاق الحاج عودة إلى أولونجا، إبراهيم ديالو، والتسديدة لكن بعيد. خلونا نشوف هذا اللاعب إسحاق الحاج من وين جاي، وهذا اللاعب وين كان. هذه المهارة حقيقة التي يظهرها اللاعب إسحاق الحاج، لنستعرف من هو إسحاق ومن أين أتى إسحاق ومع من تألق إسحاق. هذا هدف ديالو. إسحاق الحاج صاحب 21 عام، من وين جاء؟ جاء من نادي ساندرلاند، لعب لليل في فرنسا، ولعب لفريق مارسيليا وهو من ناشي ومن مدرسة فريق أولمبيك مارسيليا. اللاعب إسحاق الحاج الذي دخل بديلا، واللاعب الذي يعول عليه إرنان كريسبو هناك في الطرف الأيمن بمهارته وانطلاقاته من اليمين. اللاعب طبعا المنتقل حديثا إلى نادي الدحيل. وإسحاق الحاج أصلا من جزر القمر، نعم أصلا من جزر القمر، ولعب لمنتخب فرنسا تحت 20 عام. اللاعب إسحاق الحاج الأصل من جزر القمر، وجزر القمر اللي شاهدناها في النسخة الأخيرة لبطولة كأس أمم أفريقيا، طبعا جزر القمر البلد العربي العزيز، جزر القمر التي سعدنا حقيقة بتواجدها في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وذلك الظهور المميز جدا هناك في الكاميرون. ولولا تلك الغيابات في الأدوار المتقدمة وتحديدا أمام الكاميرون لشاهدنا منتخب جزر القمر يصنع المفاجأة، بينما هنا المعز يصنع الثالث، الثالث، الثالث. الله، وهو المتكفل بصناعة الكثير من الأهداف، وهو الممول لأهداف نادي الدحيل. المعز، نعم، لا يخيب الآمال، المعز دائما بصناعاته المستمرة هو أجمل صانع ألعاب هنا في نادي
كره الدحيل يصنع الى اولونجا ويقول خذها يا اولونجا، انا لا اسجل انا اصنع، بل اتفنن في الصناعه، بل اتفنن في الصناعه. هنا المعز يا فنان يا رائع يا المعز باتجاه اولونجا، انت التي او انت الذي تجيد الاهداف وانا الذي اجيد الصناعه، بالرغم من ان المعز كان هدافا وسيبقى هدافا، ولكنه هنا مع اولونجا في هذه الثنائيه الجميله ومن خلال العديد من الاهداف صنع الاول وعاد ليصنع الهدف الثالث. المعز يصنع واولونجا هذه المره هو الذي يسجل، والمعز هذه المره هو الذي يسجل، بينما هنا كره لفريق معيدر تحولت الى خارج الملعب الى ركله مرمى. المعز صنع هدف اولونجا او صنع هدف ديالو، والان يصنع هدف اولونجا. نعم انه المعز يجيد الصناعه مع نادي الدحيل اكثر في هذه الفتره. كره تلعب لمصلحه نادي الدحيل لصلاح زكريا، وهناك خطا كان موجود. خلاص الدحيل يعني مره في منعرج صعب في هذا اللقاء امام نادي معيذر، لكن انا اعتقد ان نادي معيذر شعر بعض لاعبيه بتعب. نعم هناك تعب بعض لاعبي نادي معيذر، وبالتالي لا اقول حدث الانهيار وانما حدث التراجع من لاعبي نادي معيذر. رمية التماس ستنفذ الرمية الجانبية. لا وجود لخطأ. لويس مارتن يرسل كرة باتجاه أولونجا، هذا أولونجا وهذا المعز. المعز عنده كرة إلى أولونجا، ثنائي الخطير ما بين غزالين، غزال قطري وغزال كيني هنا في صفوف نادي الدحيل. كرة منقولة إلى إسحاق، عند كرة الحاج عرضية ترسل لمن بعيد، الكرة وصلت إلى خارج الملعب وعادت إلى رمية تمس. كرة إسحاق الحاج تحولت إلى رمية جانبية. لويس مارتن تمريرة تعود الكرة خاطية، علي بيك، علي بيك، علي بيك من هذه المسافة. الروماني أراد أن يصاد مرمى الحارس صلاح زكريا، لكن الكرة كانت بعيدة إلى خارج الملعب، كرة اللاعب علي بيك. هنا كرة إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة مرمى، كانت من كريم بوضيف، صدمت في مدافع نادي معيذر وتحولت إلى ركلة مرمى. ثلاثة تغييرات في تشكيلة نادي معيذر. عبد الغني منير راح يدخل، عبد العزيز هزاع راح يدخل، وسيدخل كذلك أحمد الناجي الصادق، بينما الرابع فرصة الرابع، فرصة الرابع هنا المعز، لكن كرة مقطوعة. تحولت الكرة من جديد لمصلحة نادي معيذر. علي بيك، الكرة مستمرة، يوسف أيمن حول هذه الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. تنفذ الرمية الجانبية، علي بيك نقلب جيمبينزا، مقطوعة الكرة، لويس مارتن يمررها في اليمين، وصلت هذه الكرة عن طريق كريم بوضيف، ينقل الكرة في وسط الملعب، نقلة بعد ذلك إلى الخلف مرة أخرى لمصلحة نادي الدحيل. سلطان لبريك ينقل الكرة في الوسط، المعز، إبراهيم ديالو، محمد خالد، يوسف أيمن، نقلة في وسط الملعب، تصل هذه الكرة من الجهة اليمنى مرة أخرى عن طريق كريم، إبراهيم، عن طريق لويس مارتن، كيم مون هوان، إسحاق الحاج يتقدم في الطرف الأيمن، إسحاق يريد أن يمر، إسحاق عنده كرة، تمريرة إلى لويس مارتن، لويس والنقلة،
تعود الكرة بعد ذلك عن طريق سلطان لبريك إلى المعز، كرة الخضوات، سقوط من دون خطر، لا خطر في اللقطة الماضية. الكرة ترسل إلى علي بيك، راح علي بيك من أمام محمد خالد. علي بيك وتمريرا بنزا في الاستلام من بنزا، والتسديدة والتسلل من البداية كانت تسلل على علي بيك. نعم، حكم المساعد الأول يوسف عارف الشمري، هذا التسلل اللي كان موجود على علي بيك. ثلاثة تبديلات في تشكيلة نادي معيذر، عبد الغني منير، الناجي الصادق، ومحمد صلاح. هذه هي الأسماء التي ستدخل في هذه الأثناء. يغادر أرضية الملعب فؤاد صالح، فؤاد يغادر، الناجي الصادق هو من يدخل بديلا، ويدخل عبد الغني. منير الآن، ويغادر أرضية الملعب عبد الرحمن راشد، ومحمد صلاح يدخل بدلا من جمال حمد. تغيير لي أعتقد أنه تأخر. نعم يا سيد مرسي، أعتقد أن هذا تغيير تأخر، محمد صلاح بدلا من اللاعب جمال حمد. كريم سلطان، رمية تماس، الحكم يقول بأن الكرة اجتازت خط التماس. رمية تماس ونفذ بينزا، يوسف في التغطية، محمد خالد، صلاح زكريا خرج من هذه الوضعية بنجاح. والمعز ارتقى عاليا، رمية تماس لمصلحة نادي معيذر، رمية جانبية لنادي معيذر، صنع ثلاث أهداف المعز علي في هذا اللقاء. كرة منقولة من الطرف الأيسر لمصلحة نادي لدحيل إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. المعز أيضا صنع هدف في المباراة الماضية أمام النادي الأهلي. بالتالي أربع أهداف من الأهداف الخمسة كانت من صناعة المعز علي. ملعوبة الكرة في وسط الملعب، نقلة في اليمين، تمريرة محمد خالد، يرسل الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن، إسحاق الحاج عنده كرة، استلام من إسحاق الحاج، يبحث عن مساندة، بعد ذلك تقدم من إسحاق الحاج لمن هذه الكرة، تمريرة إلى أولونغا، أولونغا 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 بالإصرار، أولونغا في العرضية، هو الناجي الصادق في اللحظة الأخيرة. لكن يا جماعة، إصرار اللاعب أولونغا، يحسب لهذا اللاعب مدى الإصرار الكبير الذي يتمتع به، وهذا ما يجعل أهداف أولونغا دائما في ازدياد. نعم، أهداف أولونغا دائما في ازدياد. كرة من ركلة ركنية ترسل داخل منطقة الجزاء، مبعد الكرة، عودة إلى حارس المرمى إيفانيلدو يرسل كرة طويلة عالية، هذه الكرة باتجاه علي بيك، لكن هناك كريم، الكرة بتعود من جديد عبد الغني، منير مقطوعة، لويس مارتن إلى صلاح زكريا. طبعا بعد تسع دقائق من الآن ستنطلق مباراة الرهيب الرياني أمام الملك القطراوي نادي قطر. كرة ترسل طويلة بشكل جميل، تسلل غير موجود، هذا الثاني، محمد صلاح يسقط. تسلل موجود في اللقطة الماضية على محمد صلاح، هني تسلل هنا.
يعني شعر تسلل على محمد صلاح النيل في اللقطة الماضية. عبد العزيز حسن يدخل بديلا لويس مارتن، يغادر أرضية الملعب. 4 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. ملعوب الكرة عند حارس المرمى صلاح زكريا. الصادق رامون أرياس من جديد عند كرة، يرسل كرة عالية. سلطان البريك في التغطية، تحولت الكرة بعد ذلك من الجانب الأيسر، منقول الكرة في وسط الميدان بشكل جميل. يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام. لكن يا المعز، أحيانا عليك أن تكون أنانيا، أحيانا عليك أن تبحث، أحيانا عليك أن تبحث عن الأهداف وليس لصناعتها. هناك نوعية من اللاعبين عندهم صناعة الأهداف أفضل من تسجيلها. المعز كان بالإمكان أن يركن الكرة الأخيرة، نعم المعز كان عنده فرصة لأن يركن الكرة في الزاوية البعيدة، لكن المعز أراد أن يصنع هدفا رابعا مثل ما صنع 3 أهداف في هذا اللقاء. منقولة كرة خاطئة لمعيدر، هذا الثاني جول. صلاح زكريا، صلاح زكريا يتألق ويتصدى اليوم. حقيقة صلاح زكريا تألق في العديد من الكرات، أتألق في العديد من اللقطات صلاح زكريا في هذا اللقاء. شاهد الكرة الأخيرة، خط موجود إلى خارج الملعب، رمي التماس. علي بيك وصلت الكرة إلى الطرف الأيسر، تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. علي بيك نقلة من الجهة اليسرى، كرة في وسط الملعب من جديد. لدينا هنا نقلة في وسط الميدان لمصلحة نادي الدحيل، التقدم وتمريرة بشكل جميل إلى المعز. المعز عرضية لكن سهلة عند حارس المرمى. المعز ناوي على صناعة الهدف الرابع، هناك من ينوي على تسجيل الأهداف لكن المعز لا، عنده صناعة أجمل، عنده صناعة الأهداف أفضل. كرة منقولة، تشعر أنه يستمتع بصناعة الأهداف، وهناك نوعية من اللاعبين هكذا يستمتعون بصناعة الأهداف. كرة من عبد الغني منير، نقلة إلى جيمبينزا لكنها مقطوعة. يا سعيدة جيمبينزا، امبينزا يرسل كرة باتجاه علي بيك لكن الكرة مقطوعة. تحولت الكرة من إسحاق الحاج في وسط الميدان لمصلحة نادي الدحيل. إسحاق إلى المعز، المعز عنده كرة، المعز عنده كرة، المعز يراوغ، المعز يريد أن يسجل. هذه المرة لا يصنع، لا يصنع، يصنع يصنع ويصنع ويصنع ويصنع. وصناعة الأهداف في نادي الدحيل مصدرها المعز، لكن إيفانيلدو تصدى. هنا المعز، هنا المعز، خلاص هو يعشق شيء اسمه صناعة الأهداف لا تسجيلها. خذها يا أولونغا، وأنت من تتكفل يا أولونغا بإحراز الأهداف. 8 دقائق أضاف الحكم وقت محتسب بدلا من الضائع. وهنا عاصم أدب وإسماعيل محمد في تبديلين لنادي الدحيل. عاصم أدب يدخل بدلا من إبراهيم ديالو، إبراهيم ديالو يغادر أرضية الملعب. إسماعيل محمد
سيدخل ولربما كيم مون هوان هو من سيغادر أرضية الميدان. لا سلطان هو من غادر. سلطان البريك، إسماعيل وإبراهيم ديالو غادر أرضية الملعب. يحيي هيرنان كريسبو، يحيي ديالو على هذا الأداء. كرة من ركلة ركنية لمصلحة نادي الدحيل. المعز يحاول ركلة ركنية أخرى، ركلة ركنية أخرى. ستنفذ ركلة ركنية. لمصلحة نادي الدحيل العرضية ترسل والإبعاد يأتي. تحولت الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. رمية جانبية في هذه اللحظات. كيمون تحول إلى الطرف الأيسر الآن. إسماعيل محمد في اليمين، بينما هنا المعز عرضية المعز أولونغو، ولكن إيفانيلدو يتصدى لكرة أولونغا. ركلة ركنية، الكرة إلى ركلة ركنية. هذه كرة المعز إلى أولونغا، وهذه ثنائية رائعة حقيقة، ثنائية المعز وأولونغا. هنا تصدي من حارس المرمى. ركلة ركنية. منقولة كرة عالية، مبعد الكرة. علي بيك بالكعب، صادق علي بيك مرة أخرى. كرة تغطى من مدبو، تمريرة في الطرف الأيسر. بعد ذلك الكرة مستمرة لمصلحة نادي الدحيل، عكس اتجاه اللعب في وسط الميدان. الكرة منقولة عرضية، ما زالت الكرة هنا. أولونغا يحاول لكن الكرة مقطوعة، تعود الكرة مجددا في الطرف الأيسر، وخطأ يصفر الحكم. خطأ يصفر حكم الإيقاف في اللقطة الماضية. رمية التماس. ستنفذ رمية الجانبية لمصلحة نادي الدحيل عند حارس المرمى إيفانيلدو. مدبو، المعز، مرور بشكل ممتاز لكن خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. أذكر بمباريات هذه الجولة، الريان الآن بدأت مباراته مع نادي قطر يوم الغد الغرافة مع المرخية، السد أمام النادي الأهلي، أم صلال أمام النادي العربي، والوكرة أمام نادي الشمال. الأسبوع القادم الأهلي راح يلعب أمام الغرافة، معيذر راح يلعب أمام المرخية، أم صلال أمام نادي قطر، العربي الدحيل، السد الوكرة، الشمال أمام نادي الريان. خطأ موجود. المعز على التنفيذ. شاهدوا النظرات ما بين أولونكا والمعز، تفاهم كبير ما بين اللاعبين. وهنا جماهير نادي الدحيل السعيدة بهذا التقدم وبهذا الفوز. بينما هنا المعز يرسل كرة، حارس المرمى إيفانيلدو يتصدى، عبد العزيز ممتازة، والتسديدة والهدف الرابع. رد حارس المرمى إيفان، سريعة من إيفان باتجاه محمد صلاح النيل، بتعود الكرة عند حارس المرمى. صلاح ينقل الكرة، يوسف في الجانب الأيمن، صلاح، زكريا إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية مرة أخرى. في وسط الملعب
لمصلحة نادي الدحيل أو لمصلحة نادي معيذر. ناجي الصادق ينقل كرة خاطية، كيمون هوان يقطع هذه الكرة، المعز يتقدم في الوسط، المعز والبينية ممتازة إلى أولونغا، أولونغا يبحث عن المعز، أولونغا عن المعز، الكرة لا تصل من أولونغا، بينما ما زال أولونغا يتقدم في اليسار، أولونغا والعرضية، ولكن لا وجود لأي لاعب يقابل هذه الكرة، تحولت بعدها في وسط الملعب الجديد إلى رمية تماثلة، رمية جربية. جماهير نادي الدحيل وايضا مشجع الدحيل وفي ذات الوقت ومشجع لنادي الزمالك المصري ايضا الموجود مدرجا. ملعوب الكره من الطرف الايسر، المعز تقدم عن طريق كيمون هوان، يا سلام على الكوري، هذا الشمشون ببراعة يمر ومن ثم جول، ومن ثم جول 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 جول، أول أهداف إسحاق الحاج هنا في بطولة الدوري. نعم إسحاق، يا إسحاق يسجل رابع أهداف الطوفان، لكن العمل من هذا الشمشون، من هذا الكوري، براعة المرور وبراعة العبور ومهارة التقدم والوصول من جانب كيمون هوان، خذها يا إسحاق واحتفل بأول أهدافك في الدوري. وصلت إلى إسحاق الحاج الذي أحرز رابع أهداف نادي الدحيل، الهدف من الكوري صدقوني، الهدف من هذا الكوري. نعم لكن اللمسة الأخيرة أيضا تحسب لإسحاق الحاج اللي سجل رابع الأهداف لنادي الدحيل. معيذر كان ماشي صح لحين هدف الدحيل الثاني، لحين الدقيقة 68 معيذر كان ماشي صح، لكن الدحيل فرض شخصية البطل، فرض شخصية البطل وفرض شخصية حامل اللقب ليفوز هنا بالأربعة أمام نادي معيذر الذي يتجرع خسارة الثانية بعد خسارته بالثلاثة أمام نادي الوكرة. ملعوب الكرة في اليسار، أعتقد أن السيد خوسي مورسيا تأخر في تبديلاته، كرة منقولة ترسل عالية من أجل الثاني لمعيذر، جول، هذه جول جول جول، ولكن هناك تسلل، هل هو هدف؟ نعم هدف، لا هدف، لا لا هدف، نعم هدف، ليس هناك تسلل، لأن إسماعيل محمد كان هناك في طبعا في اللقطة الماضية، وبالتالي ما هو القرار؟ ما هو القرار؟ لم يفرع عبد الغني منير، وكأنه كان مسلم بأن هناك تسلل، لكن أعتقد أن التسلل غير موجود، هذا عبد الغني منير السلم ووضع الكرة بعد ذلك، بعد السلام كان مميز، لمسة يد، يمكن 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 لمسة اليد، نعم نعم، الحكم المساعد الأول لم يشر إلى التسلل بل أشار إلى لمسة يد، بينما هنا صافرة الحكم حمد السبيعي تأتي لتعلن نهاية هذا اللقاء، لدحيل 4 معيذر هدف.